الحقيقه نتكلم النهارده على مرضى الجهاز الهضمي بقى، الناس اللي عندهم مشاكل في المعده والاثنى عشر بالذات، اذا كان في التهابات او اذا كان في جرثومه حلزونيه او في قرحه في المعده او في الاثنى عشر، يقول لك احنا هنصوم ازاي ونصوم ولا لا. وعلى فكره كتير قوي من الناس اللي عندهم مشاكل بيكتشفوا في شهر الصيام، اللي عنده مشكله في او اللي عنده قرحه في المعده دايما يقول لك لما اكل اتعب، وعشان كده تلاقي اللي عنده مشاكل في المعده دايما وزنه قليل ونحيف وبيخس، لان المعده مش مريحه في الاكل. على عكس المريض اللي عنده مشاكل في الاثنى عشر، مريض الاثنى عشر لو عنده قرحه لو جاع مع الجوع الوجع بيزيد، فدايما ياكل والاكل ده بيخلي الالم بتاع القرحه يقل، فتلاقي مريض الاثنى عشر وزنه زياده والوجع يجي لو جاع. وده اللي بيحصل لو واحد عنده الام في البطن، وفي ساعات الالام في البطن تسمع في الظهر، وبعض الدكاتره يفتكروا ده برد ويديله فولترين او ادويه روماتيزم، ونفاجئ ان الوجع بيزيد وساعات تكون القرحه نشطه وتتخرم، فده خطا في التشخيص. ليه بقى؟ لان العيان اللي عنده قرحه وسبب الالم علاجها مش انك تدي مسكنات، هتزود الالم. فالعيان بتاع الاثنى عشر لما بيجي يصوم الوجع بيزيد، ويكتشف اول ايام رمضان لكن انا صمت والصيام مش مريح، تعبان جدا والمعده تعبانه جدا، ده بيخلينا نشك ان عنده مشكله في الاثنى عشر، وبنعمل له تحليل البكتيريا الحلزونيه اذا كانت ايجابيه لازم نعالجها، واذا احتاج منظار طبعا بنعمل له منظار ونشخص الايه القرحه، وطبعا ده علاجه في خلال يمكن اربع خمس ايام القرحه بتبدا تلتئم ويبدا يكمل الصيام بتاعه عادي مفيش مشكله. يعني لو فطر اول ايام رمضان لحد ما العلاج ياثر على الالتئام بتاع المعده مفيش مشاكل. على عكس قصدي على الاثنى عشر، على عكس مريض المعده بقى، مريض المعده بيشتكي دايما لو كان يتعب، فبنقول له دايما المعده عندك ملتهبه دي او فيها قرحه او كده، خد بالك من نوعيه الاكل. الاول نبه المعده بوجبات خفيفه، ابتعد عن الحمضيات وابتعد عن التوابل، شط الفلفل البصل التوم دول هيجوا المعده قوي، وابتعد عن المسكنات. لو بياخد ادويه زي اسبرين للقلب او لاي حاجه نقول له خد الادويه دي دايما بعد ما تفطر. ودايما اكل في مريض المعده نقول له وجبات صغيره وما تشبعش، برضو نبه المعده بوجبه خفيفه، وبعد ساعه او ساعتين ابدا كمل الاكل بتاعك، وابتعد في الاكل بتاع المعده عن التوابل وعن المسكنات والحاجات اللي بتهيج المعده بصفه عامه، والحمضيات برضو الليمون والبرتقال ده ممكن يضايقه لو في قرحه او التهابات مزمنه في المعده. واهم حاجه في الاثنين علاج المعده والاثنى عشر، لو في جرثومه حلزونيه او بكتيريا حلزونيه لازم تتعالج، لان للاسف لو ما اتعالجتش الاعراض بتخف ويرجع تاني يتعب ويقول لك انا بقالي سنتين على كده باخد علاج ويرجع الوجع يجي تاني. لا، لازم نحلل البكتيريا، ولو موجوده بندي العلاج المناسب للبكتيريا، واذا راحت البكتيريا بتخف القرحه وما بترجعش تاني ان شاء الله. ونتمنى لكم دايما الصحه والعافيه.